كلية مشوارك مع تدريب الاهلي ابتدى امتى؟ ما هي بقى دي بقى اللي ندخل فيها. اما دخلت بقى كليه التربيه الرياضيه وامتحنت حكم ولقيت دفعتي بقى لعيبه كلهم نجوم بقى، يعني شحته في الاسماعيلي الله يرحمه، سمير قطب في الزمالك، عادل الجزار وعوض الحارتي من بورسعيد، يعني تقريبا انديه مصر كلها. وكنا احنا داخليه في الوقت ده، يعني زي الكليه الحربيه، تخش جوه الكليه تعيش بقى اسبوع حياه كامله، نخرج خميس وجمعه، تاخدوا اجازه بس تزوروا فيها الاسره كده. بالظبط كده. فانا قلت لهم احنا بعد ما نخلص الدراسه بننزل بقى ملعب الكوره يعني، وبنعمل فرقتين على طول يعني. فقلت لهم انا ايه يعني، هعمل لكم احماء وبعدين اقف حكم عشان اتمرن مع لعيبه منتخب مصر بقى، زمايلي يعني، احنا زمايل يعني. فوافقوا كلهم، والانديه كمان انبسطت قوي ان اللعيبه ما كانوش بيروحوا تمرين، يعني بيروحوا على المباراه. شحته مثلا في نجوميته يعني بيجي فت 100%، يعني لياقه بدنيه كامله من الاسبوع كله طبعا مع التمارين. وكل اللعيبه. المهم الاستاذ عبد الصالح الوحش كان جاي يطمن على الكابتن طه اسماعيل، كان عنده اصابه عاوز يطمن عليه عشان في مباراه للنادي الاهلي. الكلام ده كان يوم 4. كابتن طه كان في الفرقه بتاعت الاهلي في التوقيت ده. بالظبط، في الفريق الاول هو وميمي عبد الحميد. وانا بقيت حكم يعني، بس في الملعب عملت حاجات تدريبيه من غير ما اعرف ان انا هبقى مدرب. كنت اصفر مثلا على شحته، كان بيحتفظ بالكره كتير وكان لعبه كده في النادي الاسماعيلي يعني. ويقفوا ما فيش يعني، ما فيش تسلل، ما فيش فاول، او ما فيش، اقول له يا شحته طه اسماعيل فاضي، او مثلا بدو عبد الفتاح كان نجم طبعا نادي الترسانه والاولمبي. فالاستاذ عبد الصالح جاي شاف فرقه بتتمرن، هو اللي حكى لنا بقى الله يرحمه، وقف ورا المدرج فلقانا انا بمرنهم بالطريقه دي. قعد اسبوع تقريبا يجي كل يوم، لقى الموضوع مستمر وزمايلي ساعدوني، لان احنا زمايل، كان ممكن يقولوا لي ايه يعني. اتحولت بسبب الموضوع ده من تراك التحكيم للتدريب. الاستاذ عبد الصالح بقى نادالي وقال لي يا طه انا عاوزك يعني هتبقى مدرب في النادي الاهلي. قلت له استاذ محمد انا لسه طالب، انا كنت طالب ساعتها، انا ما اتخرجتش، ما خدتش بكالوريوس يعني، ولا كنت في سنه ثانيه او ثانيه. فقال لي هدي لك اسبوع تفكر وبعدين تقول لي ايوه او لا يعني. ما انا عايز اللحظه اللي انت ابتديت فيها تمرن النادي الاهلي يا كابتن طه. نعم. كان دي كانت فرقه كابتن صالح سليم. لا لا لسه البدايه. فريق الناشئين. طب خليني اروح لتمرينك لفريق الاهلي اللي كان فيه كابتن صالح سليم. بدايه معرفتك، انت كنت تعرفه قبل كده طبعا. عن طريق كابتن طارق. بالظبط. ابتدت العلاقه بيه في الفتره اللي توليت فيها تدريب النادي الاهلي. ازاي بدات العلاقه بينكم؟ بعد شهر تقريبا من بدايتي بقى كمدرب لفريق الناشئين، الاستاذ عبد الصالح خد قرار وبرده قاله لي في الكليه، قال لي يا طه النهارده انت هتمرن الفريق الاول وهتبقى مساعد معايا بعد كده مع يعني مع الناشئين، ومساعد ليه؟ يعني الاستاذ عبد الصالح كان مدرب لوحده، معهوش لا مدرب عام ولا مدرب مساعد، ما كانش فيه الكلام ده يعني. كان صالح نجم في الوقت ده؟ كابتن الفرقه. يعني كان النجوميه والشعبيه الطاغيه و طب ازاي يا كابتن او يا دكتور كان نجم وكان بيتعامل مع مدرب اصغر منه في السن؟ ما دي اللي انا دي حاجه يعني في ناس كتير ما يعرفوش الكلام ده، وناس كتير سالوا مثلا الكابتن طه اسماعيل، قالوا ازاي طه يبقى اصغر من الكابتن صالح واصغر من الكابتن رفعت الفناجيلي، يعني دول كانوا كباتن كبار طبعا. والجوهري طبعا زميلي ودفعتي، والشربيني يعني كنت انا في سن اللعيبه دي، بس الكابتن صالح كان اكبر مننا واكبر من. فقلت له استاذ محمد مرن في ازاي الفريق الاول يعني كابتن صالح؟ قال لي يلا روح الدراسات بتاعتك وبعدين تخلص تيجي معايا على النادي. واللي عرفته انه قال للكابتن صالح، قال له طه النهارده هيمرنكم عشان انا عندي شد في العضله، هو ما عندوش حاجه. يعني عاوز يديني فرصه، عايز يزقك بس تخش عرفت بقى من الكابتن طه اسماعيل والكابتن ميمي عبد الحميد. الكابتن صالح كان ليه شخصيه طبعا قياديه يعني، مهما اقول كل الناس عارفه طبعا يعني. فقال لي اللعيبه، لان في لعيبه طبعا كلهم في سني او ناس اكبر شويه.